ألطف الحيوانات التي لا ينبغي الاقتراب منها. هل تعلم أن الباندا ليس حيواناً أليفاً لا حول له ولا قوة كما يبدو لك؟ وضفدع واحدة يمكن أن تنهي حياة فيلين؟ سأريكم في هذا الفيديو ألطف الكائنات في العالم والتي لا ينبغي الاقتراب منها. الضفدع السام. هل مسكت ضفدعاً يوماً ما في يديك؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنا أهنئك، هذه هي خبرة رائعة. آمل أن يكون هذا الضفدع أخضراً وعادياً وليس ضفدعاً ساماً. الضفادع السامة هي ضفادع جميلة تتميز بالألوان الساطعة والتي تتباين ما بين الأصفر المرقط إلى اللون اللبني. إذا رأى الشخص الضفدع السام فربما يقرر أن يقترب منه من أجل فحصه أو التقاط صور له، أو ربما يأخذه على يديه، لكن لا تفعل هذا مطلقاً. هذه الضفادع من النوع السام، بل هي الأكثر سمية في العالم. هي تقذف السم ليس عن طريق اللدغ، بل عن طريق الجلد. لذلك الشخص الذي يلمس هذا الضفدع يخاطر بأن يأخذ كمية كبيرة من السم. سيكون حظه كبيراً إذا لم يصل السم إلى الغشاء المخاطي. بهذا الشكل سيظهر عليه الكثير من الأعراض السيئة والموت سيكون محققاً. ماذا تريد من ضفدع؟ يكفي جرام واحد من سمه لقتل فيلين أو 20 شخصاً بالغاً. اللوريس البطيء. شكله الوديع يحفزك كي تمسكه وتضع يديك عليه، وقلما تجد شخصاً يصمد أمام هذا الإغراء وهو أن يلمس هذا الحيوان ذا العينين الرائعتين، حتى أن اسمه لا يدل على أن هناك خطورة من ورائه. دعوني أحزنكم، لا نوصي أبداً بلمس هذا الحيوان لأنه يعتبر من أخطر الحيوانات في العالم. يوجد في مرفق هذا الحيوان ذي العينين الجاحظتين غدد خاصة تقوم بإفراز سم عالي التركيز. تقوم الأنثى في الطبيعة بدهن أطفالها بهذا السم من أجل حمايتهم من الحيوانات المفترسة. وعندما يكون هذا الحيوان قيد الأسر لا ينسى ما يقوم به، ويمكن أن يستخدمه ضد من يغضبه مثل الشخص الذي يحاول أن يلمسه. يقوم اللوريس بعد أن يشعر بالضيق أو الخطر بمص السم من المرفق ويضعه في فمه ويلدغ الشخص. هذه الحيوانات صغيرة جداً لكن لدغتها قوية ومؤلمة. سمه يسبب الاختناق أو الموت ليس للحيوانات الصغيرة ولكن بالنسبة للإنسان أيضاً. الباندا الكبيرة. من الصعب أن تجد حيوانات ألطف من حيوان الباندا في العالم. هذه الكائنات رائعة جداً، فحركتها ووداعتها لا يمكن أن تصمد أمامها. سيدفعك الشعور إلى الاقتراب منها ولمسها. هل بمقدورها أن تفعل شيئاً؟ بالطبع هي تقدر. لا تنسى أن حيوان الباندا ليس حيواناً ممتلئ الجسم ولونه مختلف فقط، بل هي دب أي مفترس. الباندا حيوان قوي لديه أطراف قوية وفكان قويان أيضاً، فهو يمكن أن يقوم بإلحاق أي ضرر للإنسان الذي يدخل منطقة نفوذها في الأرض ويثير حفيظتها. إذا قرر الشخص أن يجري أو أن يتسلق الأشجار هرباً من الباندا فهي إما ستلاحقه ركضاً أو تسلقاً. على الرغم من حركتها الثقيلة إلا أن الباندا الكبيرة تجري بشكل جيد وتسبح في الماء وتتسلق الأشجار. لذلك لا ينبغي أن تلمس هذه الحيوانات على الرغم من صعوبة ذلك، لأن حيوانات الباندا تتمتع بحراسة جيدة. حتى رؤية الباندا ليس بالأمر السهل لأنهم يعيشون في محميات في الصين. الكوالا. تبدو هذه الحيوانات لطيفة، فهي تعيش في أستراليا وهي تشبه الدببة الصغيرة. ربما تملكت منك الرغبة في الاقتراب منها ولمسها، لكن لا ينبغي أن تقوم بذلك. يكمن الأمر في أن الكوالا هي حيوانات لطيفة خارجياً لكنها خطيرة نسبياً. لا ينبغي أن تنسى أن الكوالا دائماً تتسلق الأشجار معتمدة على أظافرها الحادة. أما فيما يتعلق بالأشجار فإن الكوالا تقوم بمضغها عن طريق أسنانها الحادة.
إذا اقتربت من الكوالا وحاولت لمسها فهي يمكن أن تشعر بالذعر وتلقي بنفسها عليك بأسنانها وأظافرها الحادة. هل يستحق الأمر كي أشرح ما العاقبة؟ لا يكمن سر خطورة الكوالا في أسنانها وأظافرها، لكن الكثير يعلم أن هذه الحيوانات الأسترالية تعاني من داء المتدثرات، وهو مرض سيء. من النادر أن ينتقل هذا المرض عن طريق اللمس المباشر، لكن في ظروف محددة الشخص الذي يلمس الكوالا يمكن أن يصاب بندبة في جسده وجروح بسبب الأظافر. هذا هو الثمن الذي ستدفعه عند لمس هذا الحيوان اللطيف. خلد الماء، بطي المنقار. ينتمي هذا الحيوان إلى الثدييات، لكنه يضع البيض ويشعر بالنبضات الكهربائية من البيئة المحيطة، لذلك ربما يرق قلبك له وتقترب منه وتلمسه. فهذه الحيوانات على الرغم من غرابتها إلا أنها تبدو لطيفة. في الحقيقة هذا الحيوان يمكن أن يفهم لمستك له بشكل سلبي ويهجم عليك، فهذا الحيوان ليس سهلا كما يبدو لك. يوجد سلاح في الأطراف الخلفية لهذه الحيوانات الصغيرة يختبئ به السم. هذا الحيوان سام، لكن سمه ليس مميتا بالنسبة للإنسان. يتسبب هذا السم في ألم شديد، وفي مكان اللدغ يظهر احتباس في الدم الذي ينتشر في الجسم بالتدريج. يمكن أن يستمر الشعور بلدغة هذا الحيوان لمدة أشهر، ولا يوجد مسكن يمكن أن يريحه، لذلك ابقى بعيدا عن هؤلاء الحيوانات. قنديل البحر المكعب. هذا القنديل على شكل مكعب وأذرعه طويلة ولونه غريب. إذا قابلته في الماء فمن المستبعد أن تصمد أمام إغراء جماله وستلمسه، لكن هذه اللمسة ربما تكون الأخيرة، فخلف الجمال يختبئ جانب قبيح. فهذه الكائنات تقوم بإفراز سم شديد الفاعلية. إذا قام القنديل بلدغ الإنسان فعلى أقل تقدير سيتسبب له في حدوث ألم شديد، وفي هذه الحالة يمكن أن ينتهي به الأمر إلى الوفاة، لأن الاتصال بهذا القنديل يفتح لدى الإنسان خلايا الجسم، والتي بسببها يتسبب في تسريب البوتاسيوم الذي يتسبب بدوره في حدوث أزمة قلبية. يعلم جميع الغواصين مدى خطورة هذه القناديل، لذلك يرتدون ملابس حماية خاصة في الأماكن التي تتواجد فيها هذه القناديل. تعلم السلطات الأسترالية هذه الخطورة أيضاً، لذلك يوجد شباك خاصة على شواطئ هذا البلد التي تحول دون وصول القناديل إلى المناطق التي يتواجد بها السائحون. الأقماع أو الحلزونات المخروطية. الحلزونات المخروطية هي فصيلة من الرخويات، فشكلها يبدو لطيفاً وجميلاً وتود بجمع الكثير منها من أجل منزلك. لمسة واحدة من هذه الحلزونيات يمكن أن تكلفك حياتك. هذا الجمال الخارجي يخبرنا بأن هذه الحلزونيات سامة جداً، حيث تقوم بحقن السم في ضحيتها عن طريق الحربون، ويمكنها نفث السم من مسافة قريبة أو من مسافة بعيدة. تقوم الحلزونيات بإطلاق الحربون من مسافة بعيدة بالقوة التي تمكنها من أن يغرس في الجلد بشكل كبير. هذه الحلزونيات لا تشكل تهديداً للأشخاص الذين يتجولون على الشاطئ بحثاً عن الصدف الجميل فقط، بل هي تشكل خطورة أكبر للغواصين، فهم يمكن ألا يلاحظوها في قاع البحر فيدوسون عليها فتثقب ملابسهم ويحصلون على جرعة كبيرة من السم. هذا السم مفعوله سريع وخطير جدا، ويمكن أن يسبب الوفاة الإنسان خلال دقائق معدودة. لحسن الحظ ليست كل الأمور سيئة، فهناك 30% إلى 50% من اللدغات تنتهي بالوفاة، لكن يوجد أخبار سيئة، وهي أنه لا يوجد ترياق لهذا السم، لذلك العلاج سيكافح الأعراض فقط. بعض سكان القبائل الأصليون الذين يعرفون جيداً هذه الحلزونيات ينصحون بقطع مكان اللدغة ويقومون بفصد الدم كي لا يعطي الفرصة للسم أن ينتشر في الجسم. إلى هنا نكون قد انتهينا. اكتبوا في التعليقات عن الحيوانات اللطيفة التي ينبغي الابتعاد عنها.